الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بحضراتكم، أهلا بك أحمد. أهلا بك شيماء، والبداية دوما بأبرز العناوين. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 30 شهيدا. وكالة أونروا تتهم إسرائيل بمنع قوافلها من الوصول إلى شمال غزة، وتؤكد أن المجاعة في القطاع باتت وشيكة للغاية. نتنياهو يبلغ حكومة الحرب الإسرائيلية بإرسال وفد إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث العملية العسكرية في رفح الفلسطينية. البداية مع التطورات في قطاع غزة. شهداء، قصف، دمار، جوع، فيش أكل. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32,552 شهيدا ونحو 75,000 مصاب منذ أن شنت إسرائيل عدوانها في 7 أكتوبر الماضي. أشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في غزة، وصل منها المستشفيات 62 شهيدا و91 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل باستخدام التجويع سلاحا في غزة، مؤكدة أن الاحتلال يتحمل مسؤولية كبيرة في إبطاء أو إعاقة دخول المساعدات إلى القطاع. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 1,100,000 شخص في غزة يواجهون مستوى شديد من انعدام الأمن الغذائي. كما أضاف المكتب أن عوائق الوصول لتقديم المساعدات لا تزال قائمة والوقت ينفد، مؤكدا أنه لا بديل عن توصيل المساعدات برا إنقاذ الأرواح، لا سيما في شمال قطاع غزة. كارثة من كوارث الاحتلال دقت أبواب غزة، تلك المدينة المحطمة بفعل الحرب الإسرائيلية التي شنتها عليها منذ قرابة نصف عام، حتى باتت على مشارف مجاعة مؤكدة حذر منها العالم أجمع. تل أبيب الصماء عن الصرخات وأصوات القصف وآلام الجرحى والجوعى، لم تتراجع ولم تتهاون لحظة واحدة عن انتهاكاتها بحق ذلك الشعب ومدنيه رغم التحذيرات كافة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لإطلاق استغاثات دولية تحث من خلالها العالم على خطورة ما يواجهه هذا القطاع يومياً، إذ يواجه نحو 70% من سكان منطقته الشمالية مجاعة محققة ستصل إلى أقصاها بحلول مايو المقبل. نحن في حاجة ماسة إلى الظروف التي تمكننا من الوصول كل يوم لإغراق هذه المنطقة بالمساعدات الغذائية إذا أردنا منع المجاعة ومنع المزيد من الوفيات والهزال بين الأطفال، وأيضا إنهاء الوضع اليائس الموجود بالفعل. وضع يائس وجوع كارثي يهدد مصير أكثر من 1,000,000 شخص في القطاع بأكمله، باتوا ضحايا تل أبيب وحصارها الوحشي على القطاع في ظل العجز الدولي عن تحجيم ذلك المارد الإسرائيلي الذي خرج من الجحيم لينشر الخراب والدمار والجوع بقطاع غزة دون أن يأخذه بأطفاله أو نسائه جزء من الشفقة ليتحول مصير غزة إلى الهلاك المؤكد. إلى ذلك أعلنت مصادر طبية وفاة طفل
بسبب المجاعة وعدم توافر العلاج، ما يرفع أعداد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 30 فلسطينياً. قالت المصادر ذاتها إن طفلاً توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف ونقص الإمدادات الطبية في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن 10 مستشفيات من أصل 36 تعمل بشكل جزئي في غزة، مؤكدا أن النظام الصحي بالقطاع لا يكاد يصمد. وطالب أدهانوم بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بغزة وإلى حماية الطواقم والمرضى والمدنيين. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في قطاع غزة، وأكدت أونروا أن قوافلها الغذائية تمنع من الوصول إلى الشمال حيث المجاعة وشيكة والوقت ينفد، مطالبة إسرائيل برفع القيود فورا. أكد المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة أن نسب انعدام الأمن الغذائي وسط سكان قطاع غزة وصلت إلى معدلات خطيرة. وأضاف أبو حسنة في تصريحاته للقاهرة الإخبارية أن 31% من الأطفال في شمال قطاع غزة يعانون سوء التغذية. الوضع يزداد خطورة في مختلف مناطق قطاع غزة. نسب انعدام الأمن الغذائي خطيرة. هناك 1,100,000 فلسطيني يعانون الآن نقصا حادا في المواد الغذائية. الكثير منهم عشرات الآلاف أيضا يعانون من سوء التغذية. ورأينا أن بين الأطفال في منطقة شمال قطاع غزة من هم دون سنتين 31% منهم يعانون من سوء التغذية. للمزيد من المتابعة حول الأوضاع الصحية ينضم إلينا من جنيف السيد كريستيان ليندماير المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية. سيد كريستيان أهلا بك ومرحبا. أصبح سوء التغذية والجفاف من أسباب الموت الآن في قطاع غزة، ما هي آخر التقارير التي تصل إليكم وتحديدا فيما يخص فئة الأطفال؟ شكرا جزيلا على استضافتي. في البداية فيما يتعلق بالأطفال وأيضا الكثير من كبار السن والشيوخ، هناك كثير من المأساة والمعاناة، لأن سوء التغذية ليس هو العامل الوحيد الذي يؤدي إلى المجاعة أو يتسبب عن كثير من أوجه الحياة، ولكن هناك الكثير من العوامل الأخرى بسبب نقص الغذاء والتي تؤثر على كامل الحياة بكامل جوانبها. فبالتالي الأطفال في غزة الآن بغض النظر عن كثير من العوامل الأخرى ومثل الهجمات والضربات والقصف المستمر يعانون معاناة كبيرة بسبب المجاعة ونقص الموارد والمواد الغذائية والأدوية بشكل أساسي، والتي تؤدي إلى انتشار الكثير من الأمراض وأيضا انتشار الأمراض المعدية على وجه الخصوص. إذا ما نجحت من تخطي كل هذا فسوف تلقى في نهاية اليوم القصف والضربات أو المجاعة أو نقص المياه. حتى الموقف الخاص بالأطفال في غزة والجميع في غزة مريع للغاية. سيد كريستيان، مدير منظمة الصحة العالمية سيد تيدروس أدهانوم يقول بأن 10 مستشفيات من أصل 36 تعمل بشكل جزئي، ما هي طبيعة هذه الخدمة الطبية التي تقدم من قبل هذه المستشفيات في ظل اعتقال ونقص وأيضا حصار للكوادر الطبية ونقص للمستلزمات الطبية؟ هذه النقطة وجيهة للغاية. لقد أكدنا أن 10 مراكز تعمل فقط ولكنها لا تعمل بكامل طاقتها مثل مستشفى كاملة، ولكن هناك كثير من النقص في الوظائف الأساسية للمستشفيات والمراكز الطبية، فهي تعمل كما ذكرتم بشكل جزئي وتقدم بعض العلاج الطبي والتعامل مع كثير من المرضى، ولكن في ظل ظروف صحية متدهورة للغاية هناك نقص كبير في المواد الأساسية الطبية ونقص في المعدات، حتى بعض المعدات البسيطة مثل المضادات الحيوية وبعض المعدات الطبية اللازمة لخياطة الجروح وغيرها من المواد البسيطة هناك نقص كبير فيها، مما يعيق الطاقم الطبية من العمل بشكل ملائم. فبالتالي هذا إنذار خطر لكافة الطواقم الطبية بسبب عدم قدرتهم الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الملائمة بدون كلل
في ظل نقص هذه المساعدات الإنسانية ونقص المواد الأساسية، لأن هناك دمار كبير تعاني منه تلك المستشفيات والبنى التحتية، فبسبب زيادة عدد الجرحى والمرضى وكثير من الأطفال والنساء يتطلب زيادة الخدمات الطبية والوصول إلى كافة المستشفيات بشكل يسير. بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة سيد كريستيان، بعد أن تعددت أسباب الموت في قطاع غزة إلى أن وصل الحديث عن سوء التغذية والجفاف، أصبح البعض ينظر إلى أنهم ربما يعني يتلقون رفاهية ما في تقديم أو إيصال العلاج لهم كأصحاب مرضى الكلى، كأصحاب مرضى السرطان. كيف تبدو أيضا طبيعة الخدمة المقدمة الطبية لهؤلاء في هذه المرحلة؟ الموقف سيء للغاية. مرضى السرطان يعانون بشدة بسبب أيضا نقص الأدوية، وهناك نقص كبير في الأخصائيين والأطباء المتخصصين في هذه الأمراض، وتدهور في الحالات البنية التحتية الخاصة بتلك المراكز الطبية، وبعض المراكز لا تعمل بشكل كامل في هذا الشأن، فبالتالي هذا موقف سيء بالفعل. هناك كثير من المحدودية في القدرات الخاصة بالمستشفيات التي تقدم العلاج للأمراض المزمنة، هناك كثير من المطالب ولكن نقص كبير وهائل في الموارد، فبالتالي هذا الأمر يعد تعقيدا للأمر في والموقف في غزة، مما يتطلب الكثير من التعاون لدعم الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وهناك احتياج لاستمرار الدعم الطبي لبعض المرضى بسبب الأمراض المزمنة، حيث أن الأمراض المزمنة لا يمكن علاجها في الوقت الراهن. سيد كريستيان، ما هي لمن تعطون الأولوية في تقديم هذه الخدمة الطبية الحالية وإن كانت محدودة في ظل ازدياد أعداد الجرحى الفلسطينيين الذين يصلون يوميا إلى تلك المستشفيات؟ هذا سؤال وجيه للغاية، الأمر في غاية الحيوية، وأيضا كافة الأطقم الطبية يعملون ما بوسعهم كل يوم من أجل تلبية كافة المطالب الطبية والصحية، مع تخصيص بعض الأولويات للمرضى الذين يكونون في حالة حرجة، مما يتطلب التدخل الطبي العاجل لمنع الموت. الأمر مريع بالفعل، وهذا قرار عسير للغاية على أي عامل في الأطقم الطبية وعلى أي طبيب، أن يتم تدريب الأطقم الطبية للحفاظ على الحياة ولإنقاذ الحياة واتخاذ القرارات الحاسمة دقيقة بدقيقة، مما يمنع المزيد من الأموات أو سقوط القتلى بسبب عدم وجود اللوازم الطبية والإمدادات الطبية اللازمة. من جنيف السيد كريستيان ليندماير المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، شكرا جزيلا لك. طلبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ملزمة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قراره في هذا الشأن. أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل فرض أجندته وطريقته في حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني. أضافت أن نتنياهو يتعمد تصدير أزماته إلى الساحة الفلسطينية وإلى المنطقة والعالم لإطالة بقائه وائتلافه اليمني بالحكم على حد تعبيرها. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ حكومة الحرب بأنه سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث العملية العسكرية في رفح الفلسطينية. وقالت وسائل الإعلام إن نتنياهو أدرك ما وصفته بخطأ بقراره الخاص بإلغاء زيارة الوفد لواشنطن لبحث عملية رفح. كان نتنياهو قد ألغى زيارة للوفد الإسرائيلي بسبب عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي صدر مؤخرا. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أهالي الجنود المحتجزين في قطاع غزة سيلتقون اليوم وللمرة الأولى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتقدر إسرائيل وجود قرابة 134 محتجزا في غزة. أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية، في حين تعتقل إسرائيل في سجونها ما لا يقل
عن 9,000 فلسطيني. قال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن حكومته لم تتمكن من التوصل إلى اتفاقات وسد الفجوات بشأن قانون التجنيد. كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف مايارا قد طالبت المحكمة العليا في تل أبيب بتجنيد الحريدم بداية الشهر المقبل. وطالبت المستشارة القضائية في رسالة وجهتها للمحكمة العليا سلطات التجنيد بإعداد الإجراءات اللازمة لتجنيد من تم تأجيل خدمتهم بموجب القانون أو من بلغوا سن التجنيد من الحريدم من مع ترك طريقة التنفيذ لاحقا. من القدس الآن ينضم إلينا إسماعيل مسلماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد مسلماني أهلا وسهلا بك. حتى تكون الصورة أكثر وضوحا، ما هو حجم النفوذ الذي تتمتع به هذه الطائفة أصلا في إسرائيل حتى يبدو الأمر مقلقا على هذا النحو؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. الحردين يشكلون 13.5% من المجتمع الإسرائيلي، أي 1,280,000 تقريبا. الحرديم قسمين، الحرديم جزء منهم هم من اليهود الشرقيين أي سفرديم، والجزء الآخر هم الحرديم الأشكناز أي الغربيين الذين جاءوا. وهم على فترات طويلة حين كانت بداية العقد الاجتماعي التي وضعته أطلقت عليه ستاتوس كوفو أي الوضع القائم ما بين العلمانيين اليهود والمتدينين اليهود في عام 49 على 5 قضايا. واحد من هذه القضايا موضوع التعليم مثلا، عدم تدخل الدولة فيه، موضوع يوم السبت المواصلات، موضوع المحاكم الحاخامية من شأن اليهود المتدينين، وقضية الأكل الطعام الحلال، وأخيرا الجيش وإعفائهم من الخدمة العسكرية. بقيت هذه لسنوات طويلة، يعني تتراوح ما بين الحين والآخر. لكن مهم جدا الإشارة أنه عام 2009 كان عددهم 2000، في 2007 كان عددهم 750,000، اليوم يشكلون 1,280,000، أي هم وظيفتهم الإنجاب، لديهم معاشات، لديهم امتيازات، اليوم يشكلون الشبان فقط 66,000 في المدارس المعاهد الدينية، خدمتهم فقط هي كراءة الثراء. يعني معلش سيد سلماني، إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد بين قوسين يعني المواطنين الإسرائيليين يصل زهاء 7.5 ملايين إلى 8 ملايين، أنت تقول إن ما يصل إلى نحو 1,000,000 منهم أصلا من هذه الطائفة المتزمتة. نعم، عدد في داخل إسرائيل 9 مليون، من بينهم 1,600,000 عرب في الداخل الفلسطيني، الفلسطينيون عام 48، وأيضا هم جزء منهم كذلك الأمر كما ذكرت 1,200,000 اليوم. هم كل 10 سنوات يرتفعون بنسبة عالية جدا. آخر استطلاعات الرأي، هذه كانت الإحصائية التي أقول لك، هي عام 2022، 1,280,000 تقريبا عددهم، أي يشكلون من المجتمع الإسرائيلي 13% فاصلة النصف تقريبا. لكن لا ننسى أن المد والجزر خلال الحكومات المتعاقبة، بقي قضية قانون التجنيد، هو قانون دائما موضع خلاف ومثار للجدل في أوساط العلمانيين تحديدا، الذين يعتبرون أن الحرديم يأكلون ويشربون ولا يعملون ولا ينتجون. وبالمناسبة يعني الهواتف الخلوية لا يحملونها، ممنوع وحرام نهائيا، وبالتالي نسبة التخلف عندهم عالية، نسبة الإنجاب مرتفعة بشكل كبير جدا. يعني ممكن تلاقي أن كل شخص لديه 10 أولاد و8 أولاد. لكن ما الباعث الحيوي في هذه اللحظة أن يدق على هذه النقطة
بهذا القدر في هذه المرحلة، وإسرائيل كما يقول يوف جالانت في واشنطن تحارب على 7 جبهات كما تقول. نعم، والآن أنا نعم أتي عليك، وهذا لدينا تقريبا أحزاب متدينة، أبرز هذه الأحزاب المتدينة حزب شاس وحزب يهودات هتوراء الذين هم جزء من تركيبة نتنياهو، وليست فقط جزء نتنياهو، حزب الليكود يعتمد عليهم بشكل أساسي جدا. دائما خلال الأحزاب المتعاقبة كانت هذه الأحزاب تبتز بمعنى بالاتفاقيات، وبالتالي نتنياهو كانت جولات مكوكية خلال 48 ساعة، لأن أول المجتمع الإسرائيلي رفع التماسات للمحكمة العليا أنه لا يعقل أن هذا المجتمع الذي بدأ يعني هو عالي ويشكل عبء وأنه يعني يخدمهم ولا يضحون ولا يقدمون، قدموا التماس تحت بند إسرائيل تؤمن به والمحكمة العليا تؤمن به، وهو موضوع حق المساواة، أنه يجب أن يكون هناك مساواة. وبالتالي يوآف جالانت قبل سفره إلى الإدارة الأمريكية والتوجه إلى هنا قال أن نحن الآن مقبلون على حرب، ونحن الآن بحاجة إلى ما يقارب إلى 60,000 من الجنود. يائير لبيد مسك هذه القضية وصعد واعتبرها مادة دسمة لعملية أولا الانتخاب والهجوم على نتنياهو، لأن يعرف جيدا أن حزب شاس لا يمكن نتنياهو أن يخرجهم أو أن يتخلى عنهم، وبالتالي هم يهددون. الآن لدى ملفات نتنياهو، أولا الملف الأول المستشارة القضائية التي يجب أن تدافع أمام المحكمة، وبالتالي قالت له هذه المسودة التي أنت عملتها، طبعا عملوا الحكومة قانون يساعد من أجل، لأن المهلة التي قدمت إليهم كانت هي آخرها اليوم، يعني الساعة 12 يجب أن يقدم قانون، وإلا سوف يكون هناك قانون تجميد في 1 أبريل، يعني خلال يومين سيكون عليهم إلزام، لأن القانون المعدل الذي عمله نتنياهو غير مقنع للمستشارة القضائية. قالت له على سبيل المثال يعني قدم نتنياهو من 25 إلى 36 يتم رفع أعمار التجنيد، لا المستشارة القضائية ولا بيني جانس ولا يائير لبيد، وهو الأمر مقلق حتى ربما يكون على المستوى الأيديولوجي بالنسبة للإسرائيليين. أخيرا سيد مسلماني، أرغى نتنياهو وأثبت كثيرا في مسألة عدم إرسال الوفد الذي كان من المفترض أن يتوجه إلى الولايات المتحدة لمناقشة ما يعرف بالخطط البديلة لاجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، ثم ما لبث أن عدل عن قراره وقال إنه سيعيد جدولة إرسال هذا الوفد. على ما أسس نتنياهو هذا التغير في الموقف؟ أولا دعنا نحكي، بعد غياب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن يعني غضب المجتمع الإسرائيلي وعلى رأسهم نتنياهو، وكانت ردة فعله سريعة عدم التوجه إلى الوفد، وكانت انتقادات حادة من قبل حتى داخل الائتلاف وخارج الائتلاف أي المعارضة، قالوا له أنه يعني أنت مخطئ وأنت غير منطق. اليوم على سبيل المثال أحد المعلقين الإسرائيليين السياسيين قال بأن نتنياهو في الغرف مغلقة أرنب يعني في تعامله مع الإدارة الأمريكية، وقد صرح أمام مستويات من الإعلام الأجنبي أي الأمريكي، وقال أن عدم الذهاب كان رد فعلي، أن هي رسالة إلى حركة حماس، كان هذا هكذا يقصد. لكن اليوم أعلن بشكل رسمي مكتب نتنياهو وهو بشوكه وتكلم مع الحكومة بإعاد إلى واشنطن، لكن تم الذهاب إلى المقربين، يعني اختار شخصين من داخل الحكومة، شخصين مقربين، واحد منهم هو ساحي هنجبي الذي يتوجه إلى واشنطن مستشار الأمن القومي وضع الخطط ومن أجل كيفية إجلاء المواطنين المدنيين. طبعا يأتي هذا في السياق أن نتنياهو في نهاية الأمر أخطأ في تصرفه مع الإدارة الأمريكية ناتج عن غياب الفيتو الأمريكي والردة الفعل الغاضبة التي كانت موجودة. بكل الأحوال في نهاية الأمر نتنياهو سوف يرسل وفدا إلى واشنطن من أجل يعني الترتيب، وهناك تصريحات نارية في داخل، منها سموتريش وإتمار بن جفير وبعض
أوساط من داخل الكنيسة يطالبون بالاجتياح السريع، لكن هذه المسألة رفح هي بحاجة إلى عمل لوجستي ميداني، بمعنى الإجلاء قد يأخذ شهر وقد يأخذ شهورا، وهي مسألة على أي حال محاطة بمحاذير كبيرة إقليميا وإسرائيليا، وصولا حتى إلى بعض المحاذير التي يقال بشأنها أحاديث دولية وإن لم تكن جادة بما فيه الكفاية. إسماعيل مسلماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أعتذر منك على المقاطعة وأشكرك شكرا جزيلا لبقائك معنا، شكرا جزيلا كنت معنا من القدس. نبقى مع هذه الأنباء العاجلة كما يعرض لها الزملاء حول تشكيلة الحكومة الفلسطينية التي يبدو أن رئيس الحكومة المكلف محمد مصطفى قد انتهى بالفعل من هذه التشكيلة التي ستؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني الأحد المقبل. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إن إسرائيل تحتاج إلى قيادة جديدة للجيش من القادة الميدانيين الذين أثبتوا أنفسهم خلال الحرب على غزة على حد قوله، كما أكد أن الجيش عازم على دخول مدينة رفح الفلسطينية، ومشيرا إلى أن ذلك سيحدث وبسرعة وأنه لا يمكن تحقيق النصر الكامل من دون ذلك، كما أوضح أن إسرائيل ستقوم بحل حماس. أعلنت إيرلندا عزمها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن الكيل قد فاض بها من الممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. ولم يوضح وزير الخارجية مايكل مارتن أو يحدد ما تعتزم بلاده طرحه من حجج أو مقترحات في هذا الشأن، لكنه أشار إلى أن الخطوة حددت بعد التشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب أفريقيا. قالت المسؤولة السابقة بمكتب شؤون الشرق الأدنى للديمقراطية وحقوق الإنسان بالخارجية الأمريكية أنيل شيلن إن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تتم بدعم دبلوماسي وعسكري من الولايات المتحدة. أكدت شيلن أن الاحتلال يتعمد منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بهدف تجويع ما يزيد على 2 مليون فلسطيني في غزة بطريقة عمدية. يشعر الكثيرون منا بالخيانة، كلمات كالرصاص أطلقتها مسؤولة الشؤون الخارجية بمكتب شؤون الشرق الأدنى للديمقراطية وحقوق الإنسان بالخارجية الأمريكية أنيل شيلن، احتجاجا على سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما دفعها للاستقالة من منصبها. وفي مقال نشر لها انتقدت المسؤولة الأمريكية السابقة إدارة الرئيس بايدن في دعمها لإسرائيل، والذي وصل إلى تجاوز الكونغرس لإرسال آلاف الذخائر والقنابل والأسلحة إلى تل أبيب دون موافقة رسمية وبخلاف للقوانين الأمريكية التي تمنع تقديم المساعدة للجيوش الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو التي تقيد تقديم المساعدة الإنسانية. شيلين أوضحت أيضا أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تتم بدعم دبلوماسي وعسكري من الولايات المتحدة، مشددة على أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة تحدثت عنها أيضا المسؤولة الأمريكية، والتي أكدت أن الاحتلال يتعمد عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصرين، متهمة إسرائيل بتجويع 2 مليون شخص في غزة عن عمد. المسؤولة الأمريكية السابقة حذرت أيضا من دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن للحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، والتي أكدت أنه يمكن أن يشعل حربا أوسع في المنطقة، ما قد يعرض القوات الأمريكية للخطر وفق تعبيرها. عاصفة من الغضب تشتد داخل أروقة السياسة الأمريكية نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكية جو بايدن لإسرائيل في العدوان على قطاع غزة، والتي تتزامن مع المواقف الداخلية والخارجية الرافضة لسياسة واشنطن الداعمة لمجازر الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر.
اقتحم عشرات المتظاهرين البريطانيين المؤيدين للحق الفلسطيني مقر وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لمطالبة حكومتهم بإنهاء مبيعات السلاح المتجه إلى إسرائيل. ونظم المتظاهرون التابعون لمنظمة لندن من أجل فلسطين الحرة نظموا اعتصاما دعما للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني، رفعوا خلاله الأعلام الفلسطينية، كما هتفوا بحتمية إيقاف التسليح المقدم لإسرائيل، محذرين من مخاطر إمكانية استخدام إسرائيل للمعدات المرخصة من قبل بريطانيا لتنفيذ أو تسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة. نشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. بكين تؤكد أن استفزازات الفلبين هي السبب وراء التوترات في بحر الصين الجنوبي. أهلا بكم من جديد. قصف حزب الله مواقع للاحتلال ردا على مجزرتي النقورة وطير حرفة، وقال بأنهم قاموا بقصف بالمدفعية مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث في الجليل الغربي، وكذلك مستعمرتي غورن وأشلومي ردا على مجزرتي النقورة وطير حرفة والاعتداء على الطواقم الطبية. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي دوي صافرات الإنذار في رأس النقورة شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، كما أضاف أن صافرات الإنذار دوت في بلدتي غورن وغورنوت في الجليل الغربي، وأشار إلى أن أيضا صافرات الإنذار تدوي للمرة الثانية في الجليل الغربي شمال إسرائيل. وقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدتي النقورة وطير حرفة في جنوب لبنان مساء أمس إلى 9 قتلى من حزب الله وحركة أمل. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الغارة الإسرائيلية على النقورة أسفرت كذلك عن إلحاق أضرار مادية جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، كما أدت الغارة على طير حرفة إلى تدمير عدد من المنازل المحيطة، مشيرة إلى أن عددا من الأشخاص أصيبوا في القصف الإسرائيلي بينهم سيدة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بلدة الهبارية بقضاء حصبية في الجنوب اللبناني مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أهلا بك أحمد، ردا على ما حدث في النقورة وطير حرفة، حزب الله يرد بشكل أو بآخر بالقصف بالمدفعية بمقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث في الجليل الغربي، ما هي التفاصيل معك؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل على مدار يوم أمس كانت هناك عمليات قصف إسرائيلي مكثف لعدد من المراكز الإغاثية والمسعفين في الجنوب اللبناني. البداية كانت من هذا المكان الذي نقف فيه الآن في قضاء حصبية، وتحديدا في بلدة الهبارية، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأولى من يوم أمس هذا المكان الإغاثي بصاروخ موجه. ربما هذه هي شظية من شظايا الصاروخ الذي أصاب هذا المبنى الذي كان يتألف من طابق واحد، ولكن هذه الشظية تنم أن هناك صاروخ من عيار ثقيل، لأن هذه الشظية وزنها ثقيل جدا ومدببة بشكل كبير، لأن هذه الشظية قادرة على اختراق أجساد أي شخص يتعرض لها. كانت الصاروخ وقع في الساعة الأولى من يوم أمس في هذه المنطقة تحديدا، مما أحدث حفرة عميقة في المبنى.
هذا المبنى المؤلف من طابق كما ذكرت، ولكنه على منطقة صخرية، أي أن أحداث هذه الفجوة ليس بالأمر اليسير، ولكنه يحتاج إلى قذيفة من نوع خاص أو قذيفة ثقيلة. هذا الصاروخ وقع في هذه المنطقة، وكان هناك قرابة 10 مسعفين في غرفة مجاورة للمكان الذي سقط فيه الصاروخ، وشظايا الصاروخ أصابت المسعفين الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة تحديدا. كانت الساعة الأولى من يوم أمس، فكانت هناك استعدادات لتناول وجبة السحور قبل بدء الصيام، فتعرضوا لشظايا الصاروخ مما أدى إلى استشهاد 7 من المسعفين في الساعة الأولى من يوم أمس الأربعاء، وتركوا خلفهم أدوات الإسعافات الأولية التي كانوا يستخدمونها لمداواة المرضى في هذه المنطقة، وأيضا الجرحى الذين تعرضوا لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة، لأن هذه المنطقة التي نقف فيها هي في الجهة المقابلة لمزارع شبعة المحتلة، وبالتالي هي تعد من أبرز وأهم مسارح العمليات والقصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي منذ 8 من شهر أكتوبر الماضي. بعد العملية التي وقعت هنا بساعات معدودة، أيضا استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسعفين في القطاع الغربي. نحن هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، ولكن القطاع الغربي لم يسلم أيضا من العدوان الإسرائيلي، وأيضا المسعفين في القطاع الشرقي لم يسلموا من العدوان الإسرائيلي، فكانت هناك غارتان جويتان إسرائيليتان على منطقتين، إحداهما في النقورة والأخرى في طير حرفة بعد 7 من مساء أمس. أدى ذلك إلى سقوط 9 شهداء تقريبا في القطاع الغربي، إضافة إلى 7 شهداء في القطاع الشرقي، ليصل إجمالي عدد الشهداء في يوم واحد إلى قرابة 16 شهيدا، وهو أعلى معدل للشهداء منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية في 8 من شهر أكتوبر الماضي. وربما الأبرز أيضا أن العدد الأكبر وغالبية هذا العدد من المسعفين الذين يعملون في الجهات الإغاثية، سواء هنا في القطاع الشرقي أو في القطاع الغربي، علما بأن الاعتماد الأساسي في هذه البلدات الحدودية يكون على الجهات الإغاثية والإسعافية التابعة للجمعيات الأهلية هنا في الجنوب اللبناني. ردا على الاعتداءات التي طالت أمس القطاع الغربي، أعلن حزب الله أنه نفذ صباح اليوم 3 عمليات من القطاع الغربي للجنوب اللبناني تجاه مستعمرتين إسرائيليتين ومقر مستحدث لقيادة القوة أو قيادة ليمان كما ذكر حزب الله، وأكد أنه استهدف الأهداف في الثلاثة بصواريخ موجهة، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. منذ قليل وقبل أقل من دقيقة من بداية هذه المداخلة، سمع عدوي إطلاق صواريخ من هذه المنطقة في الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، وهو ما سيعلن عنه أو سيعلن عنه حزب الله خلال ربما الساعة المقبلة، أن هناك عملية جديدة نفذت، وخصوصا أن هذه المنطقة وهذه الجبهة تحديدا سواء في قضاء حصبية أو قضاء مرجعيون من أبرز وأكثر الأماكن نشاطا من حيث سواء إما العمليات التي تطلق من الجنوب أو أيضا العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في مناطق مفتوحة أو في أهداف حيوية تضم مدنيين أو تضم مناطق أخرى ومنازل في هذه المنطقة. ربما الجبهة الجنوبية اللبنانية قد تكون على موعد خلال الساعات المقبلة مع مزيد من التصعيد في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة منذ صباح اليوم. نسمع في الأجواء اللبنانية الطائرات المسيرة تحوم في كافة المناطق بالقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وقبل قليل وصلت من القطاع الشرقي إلى منطقة بعلبك شرقي لبنان في مسار طولي من القطاع الشرقي إلى حتى الشرق اللبناني على مسافة تصل إلى أكثر من 100 كيلو متر من هذه النقطة التي نقف فيها الآن. أيضا سمع صوت الطيران الحربي في الأجواء اللبنانية، وهو ما قد يشي بأن إسرائيل تخطط لتنفيذ عمليات خلال الساعات المقبلة. الآمال معقودة هنا سكان هذه المنطقة ألا تكون منطقة الهبارية هدفا جديدا لإسرائيل، وخصوصا أن إسرائيل اعتادت خلال الفترات
الماضية على توجيه ضربات متكررة لنفس الأماكن، ولكن هناك آمال أن يكون هناك تهدئة أو ربما هدنة قريبة في الجنوب اللبناني جراء التصعيد المستمر على الحدود. شكرا جزيلا من بلدة الهبارية بقضاء حصبية في الجنوب اللبناني، مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. نعود من جديد إلى النبأ العاجل الذي كنا قد تابعناه قبل قليل والمرتبط بانتهاء رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى من إتمام تشكيلته الحكومية وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها. بموجب ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني قرارا بقانون لمنح الثقة للحكومة 19، وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلها، فيما تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس يوم الأحد المقبل. وأكد برنامج الحكومة الجديدة أن المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية، وأن برنامجها السياسي والتزاماتها الدولية نابعة من هذه المرجعية. وإلى تطورات في السودان، حيث أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الجيش السوداني وصل تقدمه وتعزيز مواقع سيطرته في محوري أم درمان القديمة وأنبدة غرب المدينة ومربعات الفتحاب جنوبها. وأضاف مراسلون أن الجيش السوداني أكمل سيطرته على حي الدوحة آخر حي في منطقة أم درمان القديمة، كما وسع نطاق عملياته ليصبح قريبا من منطقة سوق ليبيا غرب المدينة. وتمكن الجيش من تكبيد ميليشيا دعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد إلى جانب عدد كبير من الجرحى والأسرى وتدمير عدد من المركبات القتالية. وفي محور شمال الخرطوم بحري منطقة الكدور، واصل الجيش تنفيذ العمليات النوعية التي ألحقت بالميليشيا هزائم متتالية. إلى ذلك أكد عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي أن الجيش سيقاتل حتى يطهر البلاد من ميليشيا الدعم السريع، مشيرا إلى أن القوات ضاعفت جهودها لتطهير باقي المناطق في العاصمة الخرطوم وفي الجزيرة، ثم تتجه إلى دارفور بعد ذلك. وخلال تخريج دفعة من مقاتلي حركة تحرير السودان بالجدارف، شدد كباشي على أن القوات المسلحة في طريقها لحسم الفوضى الحالية تماما ليبدأ بعدها المسار السياسي والانتخابات. وقال إن كل القوات المتخرجة تتبع القوات المسلحة السودانية وفق الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا للسلام. قالت وزارة الخارجية الروسية إن نشاط حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا الشرقية ومنطقة البحر الأسود يهدف إلى إعداد الحلفاء للصراع مع موسكو. وخلال تعليقها على خطط رومانيا لتوسيع قاعدة جوية عسكرية في كونستانتا، ذكرت الخارجية الروسية أن هذه التحركات تخلق مخاطر إضافية على أمن البلاد. قال الفريق القانوني للرئيس الاندونيسي المنتخب برابيو سوبيانتو إن محاولة منافسيه استبعاده عبر تقديم طعون ضده في المحكمة العليا بالبلاد ستقوض حق الشعب في التصويت. وقد طعن المرشحان الخاسران جانجار برانو وأنيس باسويدان أمام القضاء على فوز برايو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي بزعم أن السلطات داخل الدولة تدخلت في الانتخابات مطالبين باستبعاده. أكدت بكين أن استفزازات الفلبين هي السبب وراء التوترات في بحر الصين الجنوبي. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين لن تسمح لمانيلا بفعل ما تريد. تتمتع الصين بالسيادة بلا منازع على جزر سبراتلي بما في ذلك جزر توماس شول الثانية والمناطق البحرية المحيطة بها، وهذا له أساس تاريخي وقانوني كاف. ومع ذلك فقد خانت الفلبين ثقتها وأثارت المشاكل، وفي الوقت نفسه ضللت الرأي العام الدولي من خلال اختلاق الأكاذيب، وفي هذا الصدد تعارض الصين ذلك بشدة. تتوقع جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك ارتفاع عدد السائحين الأتراك الوافدين إلى مصر العام الجاري إلى 250 ألفا بزيادة تقدر بنحو 67% عن العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية نهاد أكنجي إن أعداد السائحين الأتراك ارتفعت بعد إعلان مصر إمكانية حصول السائح التركي على تأشيرة دخول البلاد في المطار، وزادت إيرادات مصر السياحية بنحو 8% خلال العام المنقضي على أساس سنوي إلى نحو 13 ملياراً و200 مليون دولار. أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، وقال مكتب الإحصاءات الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنحو 1.1% في الربع الثالث و 3.1% في الربع الرابع، ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 بنسبة 1.1% فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بدعم من مكاسب أسهم الطاقة، فيما يتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لاختتام ربع ثاني على التوالي في المنطقة الخضراء، وقد صعد ذات المؤشر بنحو 1.1% إلى مستوى قياسي جديد، متجها لتحقيق مكاسب للربع الثاني على التوالي، مرتفعا ب6.9% حتى الآن بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا على خلفية الإقبال على الذكاء الصناعي. وقدمت أسهم النفط والغاز الدعم الأكبر، إذ ارتفعت بنحو 0.4%. رياضيا، تباينت نتائج المنتخبات العربية في التوقف الدولي الأخير لشهر مارس، مما سيؤثر على تصنيفهم لدى الفيفا. من المتوقع أن يصدر التصنيف أوائل شهر أبريل المقبل، والذي سيظهر مستوى الصعود والهبوط للمنتخبات المختلفة. انتهت جولة الفيفا للمنتخبات العربية بين فائز ومنهزم، ولكنها كشفت عن إجابة كثير من علامات الاستفهام التي كانت تشغل الجماهير قبل انطلاقها، وخاصة بمنتخبات بلادها. فكيف سيكون تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية بعد نتائجها في تلك الفترة الدولية؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم بدوره سيصدر في الرابع من أبريل المقبل التصنيف الجديد الخاص بالمنتخبات الوطنية، وفقاً للنتائج التي تحققت مؤخراً وبالاستعانة بالمقاييس التي يعتمدها الفيفا. نعرض التصنيف المتوقع وفقاً لحسابات الموقع العالمي Football Ranking. منتخب مصر كان المتراجع الأبرز وسط العرب، حيث سيعود للخلف مركزين في تصنيف الفيفا، فقد حل بالمركز 38 عالميا بعد أن كان في 36 قبل ذلك التوقف. وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد في إطار منافسات كأس عاصمة مصر، قبل أن ينهزم في المباراة النهائية لنفس البطولة أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين. أما منتخب المغرب فقد تصدر ترتيب أفضل المنتخبات العربية في التصنيف الشهري للمنتخبات بفضل فوزه أمام أنغولا بهدف نظيف ثم تعادله مع موريتانيا سلبيا، ليبقى في المركز الأول عربيا وإفريقيا، لكنه سيتراجع للمرتبة 13 عالميا. فيما حافظ منتخب تونس وأيضا نظيره الجزائري على نفس المركز الذي احتله كل منهما في تصنيف الفيفا للمنتخبات الصادر في شهر فبراير الماضي في المركزين 41 و43 على الترتيب. بينما حقق منتخب السعودية قفزة نسبية في تصنيف الفيفا، حيث صعد الأخضر للمركز 52 عالميا بعد فوز وتعادل أمام تاجكستان ضمن تصفيات المونديال عام 2026. كما حقق منتخب قطر بطل آسيا قفزة نوعية وارتقى 3 مراكز ليحتل المركز 34 عالميا.
يتواصل غياب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق إنتر ميامي بسبب الإصابة، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي للمحترفين، ويعاني ميسي من إصابة عضلية، فيما يواصل زملائه لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الثلاثي التاريخي السابق لبرشلونة تدريباتهم مع الفريق استعدادا للمواجهات المقبلة. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأهم عناوينها. الصحة الفلسطينية في غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 30 شهيدا. أونروا تتهم إسرائيل بمنع قوافلها من الوصول إلى شمال غزة وتؤكد أن المجاعة في القطاع باتت وشيكة. نتنياهو يبلغ حكومة الحرب بإرسال وفد إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث بدائل العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، شكرا لحضراتكم، شكرا لك أخي. شكرا جزيلا لك شيماء، في أمان الله.